بنتضايق احنا يمكن اهو من القاهره مش من اسماعيليه ولا حاجه، بنتضايق لما نحس لا ده الاسماعيلي احتمال يهبط. احنا كبرنا يا هاني على الاهلي والزمالك الاسماعيلي، ما كانش فيه يعني فرق ثانيه خلاص، اهلي زمالك اسماعيلي. فانا على مستوى تحقيق الالقاب اتمنى ونفسي واتوقع وكل حاجه ان شاء الله الاسماعيلي موجود. طيب توقع اثنين هيهبطوا مع حرس الحدود، اذا حرس الحدود هيهبط يعني شحاته؟ انا شايف الاقرب يعني الداخليه وطلع الجيش. الوضع الراهن دلوقتي اللي هو الحالي الحالي. شاكر التحيزي هيسيطر على اختياري. تمام. انا لا اتمنى اسوان او الاسماعيلي. فاتوقع الغزل والداخليه. الغزل والداخليه. او البنك والداخليه. احب المحله جدا. يعني انت تتحيز تروح خابط في واحد جنبك؟ يعني اتوقع يعني هصالحه بعد الهوا عادي، اصحاب جدا. اتوقع يا الداخليه والغزل، يا اما الداخليه والبنك الاهلي. يا داخليه وغزل، يا داخليه وبنك الاهلي. انت تتوقع ان طلائع الجيش يكمل؟ معنى كده؟ طب انا عايز اسالك عن طلائع الجيش، لانه النهارده قريت اخبار بتقول انه ممكن يحصل تغيير في الجهاز الفني اللي لسه المتولي بقاله عدد قليل، الكابتن عماد النحاس. هل فعلا في احتمالات للتغيير؟ في كلام على الكابتن خالد جلال. ده مرشح بقوه، بس في النهايه انت عندك ماتش طلائع الجيش هيلعب خلال يومين او يوم مع الاهلي. مع الاهلي الماتش الجاي للاهلي. فاكيد التغيير مش هيكون قبل ماتش الاهلي، ماتش مهم جدا ما ينفعش يبقى في اي كلام قبل ماتش الاهلي. عندك معلومه؟ بس المعلومه اللي عندي أيوة. خالد جلال، كابتن مرشح. خالد جلال ابرز المرشحين. مرشح. مش حاجه، انا شايف ان يعني طلائع الجيش مش هيقدر يغير دلوقتي، ان كان كابتن عماد النحاس لسه ما اثبتش نفسه فعلا. الدنيا مش ماشيه مع كابتن عماد النحاس، لكن كل التقارير اللي قالت ان في تغيير في طلائع الجيش. انا كان في النهارده تواصل بيني وبين حد ما يعني في النادي وكده. أيوة. قالوا لي احنا عندنا ماتش صعب وماتش مهم، ما بنفكرش في اي حاجه من دي خالص دلوقتي. بنحضر للماتش عشان يهمنا الثلاثه بونت الجايين، فاي كلام عن تغيير في الفريق مش هيكون مؤجل خالص نهائيا. طيب عايز انتقل معاكم لنقاط اخرى، وهبدا بيك انت شحاته. وكنا اتكلمنا من فتره عن اسامه جلال وابراهيم عادل